أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل جامع زوجته في نهاية رمضان عمدا وهي مكرهة، ثم أكل وشرب في أثناء ذلك اليوم، وأمر زوجته أن تأكل وتشرب على اعتبار أنه فسد صومهما، وقد توفي هذا الشخص ولم يكفر لكنه قضى يوما مكان ذلك اليوم. السؤال: ما الحكم بالنسبة للرجل والمرأة، وهل يكفر عنهما؟ بالنسبة للمرأة ليس عليها كفارة لأنها مكرهة، لكن عليها القضاء، عليها قضاء اليوم لأنه فسد بأكلها وشربها، فعليها أن تقضي هذا اليوم. وأما الكفارة فليس عليها قضاء، ليس عليها كفارة لأنها مكرهة. وأما الميت فباق عليه الكفارة، هو قضى اليوم لكن بقيت عليه الكفارة، وهي صيام شهرين عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذه كفارة الجماع في رمضان. العتق غير موجود، بقي الصيام، فإذا صام عنه وليه أو أقاربه توازعوا هذين الشهرين وصاموهما بالتتابع، فإن ذلك يبرئ ذمته إن شاء الله وينفعه. وإن لم يستطيعوا الصيام أو لم يتمكنوا فيطعمون 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع من الطعام، نصف أي كيلو ونصف لكل مسكين. نعم.